مسلسل كريم عبد العزيز، شريف منير، حتى النجوم العرب برضو بيشاركوا فيه. الحقيقة أنا تعرفت وكان لي الشرف أني أتعرف على أستاذ شريف منير في مسلسل ألف ليلة وليلة، وعملنا حلقة في رمضان في برنامج ريتنج رمضان، كنا أنا وهو وآسر ياسين مع بعض، فكانت سعادة كبيرة بالنسبة لي أن أتعرف عليه. شخصية مثقفة وواعية وبحبه بجد من قلبي. فيما بعد اتصل بي مدير الإنتاج بتاع الشركة، بيقول لي أستاذ غزال اسمه، فاتصل فيا وقال لي بيقول لي أستاذ وائل عايزك تكوني معانا في مسلسل السيبق الجزء الثاني، فسألني عن إمكانية الوقت بتاعي لو مرتبطة بأعمال تانية، فأنا قلت له هقرا النص وهنتكلم ان شاء الله. فزي ما قلت لك حبيت النص قوي وتم الاتفاق. عايزين نتكلم بقى برضو عن مسلسل شو. وبعدين فوتك في حاجه بس، بعدين تعرفت على طبعا الاستاذ النجم كريم عبد العزيز، تعرفت عليه في الشركه واحنا موجودين في الشركه، كنت بتكلم مع الستايلست فهو كان موجود وتم التعارف، تعرفنا على بعض، وطبعا كمان شخصية حلوة قوي وقريب للقلب ان شاء الله.